آخر شيء، هل تتوقع أن الهلال يحسم بطاقته في مباراة سان داونز، أم ستتأخر هذه البطاقة حسمها إلى مباراة القاهرة أمام النادي الأهلي؟ On a envie, nous on a envie d'aller en quart de finale. Ça fait beaucoup beaucoup d'années que Al Hilal arrive dans la phase de groupe, mais il ne se qualifie pas. أعتقد أن المباراة بالنسبة لنا سوف نلعب مباراة سان داونز باعتبارها مباراة نصف نهائي أو مباراة نهائي. بالتأكيد سنحاول أن نصعد لدور الثمانية لأنه سيكون إنجاز بالنسبة لنا. المباراة سوف تكون على ملعبنا، سنحاول استغلال عامل الأرض. سنأتي إلى القاهرة لنلعب أفضل مباراة ونقدم أفضل أداء لدينا والتأهل للدور الثاني. كل الحسابات مفتوحة ولا نريد أن نضع شيء نصب أعيننا الآن ثم ننضب عليه فيما بعد. سوف نحاول فعل كل شيء في مباراة أم درمان، وإن لم نحالفنا التوفيق سوف نحاول أن نصعد من القاهرة. لا شيء محسوم حتى الآن، لدينا مباراتين. الفوز أمام سان داونز هذا أمر بالتأكيد نحلم به. إن لم نفعل سوف نحاول أن نفوز على الأهلي في القاهرة، هذا أمر استثنائي أعلم، ولكن كرة القدم فيها كل الحسابات.